السلام عليكم أصدقائي المتابعين. فيديو اليوم خاص للمحجبات. السؤال الذي يسأل دائما: أين مكان بيع الملابس المحجبات في إسطنبول؟ طبعا هذا المول مثل ما أنتم شايفين مول خاص للمحجبات. تابعونا لنهاية الفيديو ولا تنسوا الاشتراك واللايك. أصدقائي طبعا سبب فيديو اليوم انه عاملين خصومات في المول المحجبات. طبعا المول عبارة عن طابقين مو كبير بس فيه كل اشياء الموديلات التركية الخاصة بالمحجبات. هذا المول بس للصبايا، ما في ولا قطعة لأي شاب. طبعا عشان نهاية السنة 2022 في خصومات كبيرة موجودة هنا. طبعا انا حاطط لكم موقع المول في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وبكون هيك خلص معنا فيديو اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم ولا تنسوا الاشتراك واللايك.